السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير. اليوم نبدأ إن شاء الله وحدة جديدة، الوحدة السابعة، بعنوان طاب نومكم طاب نهاركم طاب يومكم، نومكم يومكم، طاب نومكم طاب يومكم. Today we will start a new unit إن شاء الله. Seventh unit، الوحدة السابعة. The seventh unit بعنوان، the title is طاب يومكم. طاب from الطيب، good، طاب نومكم. النوم sleep، your sleep، طاب نومكم، good night، here we mean good night، طاب نومكم. طاب يومكم، يومكم your day، have a good day. The meaning here, if your sleep was good, your day will be good. طاب نومكم، طاب يومكم. نون يا، the meaning is نومكم يومكم، نومكم يومكم، طاب نومكم، طاب نومكم، طاب نهاركم. طاب فعل ماض past verb building with فتحة، يوم نوم فاعل مرفوع بالضمة. ما قبل القراءة، كم ساعة يحتاج جسمك إلى النوم لترتاح بعد التعب في رأيك؟ كم ساعة يحتاج جسمك إلى النوم لترتاح بعد التعب في رأيك؟ اثنان، ما الذي يشابه النوم؟ كيف؟ ثلاثة، أيهما أكثر فائدة للجسم في رأيك، النوم بالليل أم بالنهار؟ أربعة، من من الناس تضطرهم أعمالهم للنوم بالنهار والاستيقاظ بالليل؟ من من الناس تضطرهم أعمالهم؟ من من الناس تضطرهم أعمالهم للنوم بالنهار والاستيقاظ بالليل؟ خمسة، هل تمارس القيلولة النوم وقت الظهيرة ومتى؟ ستة، بماذا يعد النوم ناقضا للوضوء؟ سبعة، بماذا تنصح من لا يستطيع النوم بالليل؟ Before the reading, we have many questions until to move to our lesson. First question, كم ساعة يحتاج جسمك إلى لترتاح، ليرتاح بعد التعب في رأيك؟ كم ساعة، how many hours يحتاج جسمك، does your body need، يحتاج need، how many hours does your body need إلى النوم، to sleep، ليرتاح، to rest بعد التعب، to rest after fatigue، في رأيك، in your opinion how many hours your body needs to rest after
his work after he is tired or fatigued. السؤال الثاني: ما الشيء الذي يشابه النوم وكيف؟ What is the thing? ما الشيء؟ What is that thing? الذي يشابه النوم. That similar like the sleep. That sound like the sleep. كيف and how. ما الشيء الذي يشابه النوم كيف. ثلاثة: أيهما أكثر فائدة للجسم في رأيك، النوم بالليل أم بالنهار؟ بالليل at night، بالنهار the day، اليوم النهار والليل the day and the night. أيهما أكثر فائدة للجسم؟ Which one is more beneficial for the body? In your opinion, to sleep أو النوم بالليل, sleep in sleep at night or sleep during the day? Sleep at night or during the day, which is more beneficial for the body. أربعة: من من الناس تضطرهم أعمالهم للنوم بالنهار والاستيقاظ بالليل؟ Our sisters Bahia cannot enter by the link. I don't know why. Which people? Who are the people whose deeds تضطرهم, whose deeds force them to sleep during the day. تضطرهم أعمالهم للنوم بالنهار. To sleep during the day والاستيقاظ بالليل and woke up at night. Who are these people? خمسة: هل تمارس القيلولة ومتى؟ القيلولة النوم وقت الظهيرة. القيلولة the nap. Sleep during or sleep in the afternoon. وقت الظهيرة. We called it القيلولة. خمسة: Do you practice or do you use to nap? When, متى. ستة: لماذا يعد النوم ناقضا للوضوء؟ Why is sleep considered invalidating for الوضوء? Ablution. Why? لماذا يعد النوم ناقضا للوضوء؟ Why is sleep considered as invalidating ablution. سبعة: بماذا تنصح من لا يستطيع النوم بالليل؟ What do you advise someone who cannot sleep? بماذا تنصح من لا يستطيع النوم بالليل؟ What do you advise تنصح someone who cannot sleep
at night. This question these questions until to start with our lesson. طاب نومكم طاب نومكم طاب يومكم. Good night, have a good day. واحد ضرورة لكل الكائنات الحية، فالقطط تلتف كالكرة وتنام، والطيور تنام عندما يأتي الليل، والنوم للإنسان ضرورة حياتية، وقد نفى الله تعالى عن نفسه صفة النوم، وهو لا يحتاج إليه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. آية الكرسي. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم ضرورة حياتية لكل الكائنات الحية. Sleep is a necessity، ضرورة necessity لكل الكائنات الحية. For all organisms، الكائنات الحية. For all the creatures، النوم ضرورة لكل الكائنات الحية. الحية that is alive. النوم ضرورة لكل الكائنات الحية. Sleep is a necessity for all organisms. فالقطط تلتف كالكرة ونام وتنام. القطط جمع قطة cats، القطط plural singular قط or قطة. فالقطط تلتف كالكرة وتنام. Cats roll like a ball and sleep. فالقطط تنام كالكرة تلتف كالكرة وتنام. Cats roll like a ball and sleep. والطيور تنام عندما يأتي الليل. الطيور birds. Birds sleep when night comes. يأتي الليل. When night. الطيور تنام عندما يأتي الليل. Birds sleep when the night comes. والنوم ضرورة والنوم للإنسان ضرورة حياتية. The sleep for the humankind is a life necessity، ضرورة حياتية. And sleep for humans is a life necessity، ضرورة حياتية. وقد نفى الله تعالى عن نفسه صفة النوم. الله سبحانه وتعالى he deigned نفى deny deigned himself the
attribute of sleep، صفة النوم. وقد نفى الله تعالى عن نفسه صفة النوم. الله سبحانه وتعالى has deigned himself the attribute of sleep، فهو لا يحتاج إليه. الله سبحانه وتعالى he didn't need to eat to the sleep. He said سبحانه وتعالى، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله there is no deity except him الحي القيوم. There is no deity except him as ever living the self sustaining. Neither sinner, drowsiness, ولا نوم overtakes him or sleep. لا تأخذه سنة ولا نوم. Neither drowsiness overtakes him nor sleep. السنة the second from the sleeping. السنة drones drones yes. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من سورة البقرة. النوم ضرورة لكل الكائنات الحية، فالقطط تلتف كالكرة وتنام، والطيور تنام عندما يأتي الليل، والنوم للإنسان ضرورة حياتية. وقد نفى الله تعالى عن نفسه صفة النوم وهو لا يحتاج إليه، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اثنان، حرمان الجسد من النوم قد يسبب له كثيرا من الأخطار، حتى إن بعض كثيرا ممن تنخفض ساعات نومهم بسبب التعب والتوتر الناتجين من وتيرة الحياة العصرية يتمنون النوم المريح ليلة مقابل أي شيء مهما كان الأمر، فالنوم يعطي الجسد فرصة للراحة بعد التعب، فعندما ينام الشخص ينخفض كل نشاط وتسترخي العضلات وتصير سرعة دقات القلب والتنفس بطيئة. ومن أكثر وظائف النوم أهمية أن الجهاز العصبي يعود له نشاطه بعد التعب الذي حدث له وقت اليقظة. حرمان الجسد من النوم قد يسبب له كثيرا من الأخطار. الحرمان depriving الجسد the body من النوم sleep قد يسبب له كثيرا من الأخطار. may cause قد يسبب may cause it many dangerous. حرمان الجسد من النوم قد يسبب له كثيرا من الأخطار. depriving the body of sleep may cause it many dangers. حتى إن كثيرا ممن تنخفض ساعات نومهم so that many of those كثيرا ممن whose sleep hours are reduced تنخفض reduced حتى إن كثيرا ممن تنخفض ساعات نومهم so that many of those whose
sleep hours reduced تنخفض يسبب بسبب التعب والتوتر الناتجين من وتيرة الحياة العصرية. They hours sleep reduced because the fatigue والتوتر التوتر تنجن الناتجين ناتجة جيم فتحة مثنى تو التعب والتوتر مثنى تو ثينك الناتجين نط الناتجين الناتجين resulting from the وتيرة الحياة العصرية from the type of modern life وتيرة type or pace وتيرة الحياة العصرية from the type of modern life حتى إن كثيرا ممن تنخفض ساعات نومهم بسبب التعب والتوتر الناتجين من وتيرة الحياة العصرية all these يتمنون so that many of those whose sleep hours reduced due to the fatigue and tension resulting from the styles of modern life they يتمنون النوم المريح ليلة مقابل أي شيء مهما كلف الأمر they wish for comfortable night مريح comfortable يتمنون النوم المريح they wish for a comfortable night's sleep نوم ليلة night's sleep مريح comfortable مقابل أي شيء مهما كان الأمر in exchange for anything مقابل أي شيء exchange by anything just they want to sleep فالنوم يعطي الجسد فرصة للراحة sleep النوم gives the body فرصة opportunity to rest للراحة to rest بعد التعب after tired after fatigue فالنوم يعطي الجسد فرصة للراحة بعد التعب the sleep gives the body opportunity for rest after fatigue فعندما ينام الشخص ينخفض كل نشاط when any person sleep كل نشاط all activities decrease تنخفض ينخفض كل نشاط all activity decrease تسترخي العضلات العضلات muscles plural muscles العضلة singular عضلة plural عضلات perfect feminine plural تسترخي العضلات and muscles relax تسترخي وتصير سرعة دقات القلب والتنفس بطيئة دقات القلب heart rate التنفس breathing بطيئة slow تصير سرعة دقات القلب heart rates and breathing slow ومن أكثر وظائف النوم أهمية one of the most important functions of sleep أكثر وظائف النوم أن الجهاز العصبي يعود له نشاطه
الجهاز العصبي nervous system. nervous system الجهاز العصبي. and that the nervous systems يعود له نشاطه returns to activity بعد التعب after fatigue الذي حدث that occurred له to him وقت اليقظة while awake اليقظة opposite of النوم النوم واليقظة awake ومن أكثر وظائف النوم أهمية أن الجهاز العصبي يعود له نشاطه بعد التعب الذي حدث له وقت اليقظة. One of the most important functions of sleep is that the nervous system returns to activity بعد التعب after fatigue that occurred to him while awake. يتمنون هم يتمنون they wish يتمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون present verb rising with confirming النون because this verb from the five verbs النوم object يعطي الجسد النوم يعطي الجسد يعطي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة present verb rising with hidden ضمة because this verb end with a vowel sound يعطي ينام فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة present verb rising with clear ضمة ينخفض also like ينام فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة present verb rising with clear ضمة تسترخي يعطي استرخي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة present verb rising with hidden ضمة vowel sound تصير ينام ينخفض فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ثلاثة والنائم يفقد في الغالب التحكم في إرادته فقد يكون في وضع لا يريده لنفسه وقد يتكلم بشيء لا يريد ظهوره وقد يرى من الأحلام ما يحب وما لا يحب ولذا فقد جاء الأمر بغسل اليد بعد الاستيقاظ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم يدري أين باتت يده ولهذا فالنوم ناقض للوضوء ناقض للوضوء حقا إن النوم نوع من الوفاة كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل وإذا استيقظ الإنسان حمد الله تعالى على الحياة من جديد كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور 3
النائم يفقد في الغالب التحكم بإرادته، في الغالب mostly. النائم the sleeper يفقد lose control lose control في إرادته of his will. النائم يفقد في الغالب التحكم في إرادته and the sleeper often loses control if his will mostly. فقد يكون في وضع لا يريده لنفسه. فقد يكون في وضع he may be in a situation في وضع الوضع the situation في وضع in a situation لا يريده لنفسه he doesn't want for himself. فقد يكون في وضع لا يريده لنفسه he may be in a situation he doesn't want to him for himself. النائم يفقد التحكم في إرادته the sleeper often loses control of his will. He may be in a situation he doesn't want for himself. وقد يتكلم بشيء لا يريد ظهوره. Maybe he talk something that he لا يريد ظهوره. He doesn't want to appear الظهور. وقد يرى من الأحلام ما يحب وما لا يحب. الأحلام dreams حلم حلم مفرد جمع أحلام. وقد يرى في الأحلام and he may see in dreams ما يحب what he likes وما لا يحب and what he doesn't like. وقد يرى في الأحلام and he may see in dreams what he like and what doesn't he like. ولذا so فقد جاء الأمر بغسل اليد بعد الاستيقاظ. ولذا and therefore الأمر the command came بغسل اليد to wash the hand بعد الاستيقاظ after waking up. After waking up there is command to wash the hand. This command from الرسول صلى الله عليه وسلم. In الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم said إذا استيقظ أحدكم من نومه when anyone of you wake up استيقظ wakes up من نومه from sleep فلا يدخل يده في الإناء. He shouldn't put his hand in the any bowl until he washes it يغسلها washes it hands three times ثلاث مرات ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه therefore anyone of you wake up from asleep فلا يدخل يده في الإناء. He shouldn't put his hand in the bowl or in the boat until he washes it three times. فإن أحدكم لا يدري
أين باتت يده؟ Why? For none of you فإن أحدكم لا يدري. None of you knows where his hand remained during the night when his hand or where his hand remained during the night. ولذا therefore sleep النوم ناقض للوضوء invalidates ablution. If anyone slept, when he wake up must to make a wudu to prayer because النوم ناقض للوضوء. Sleep invalidates ablution. حقا إن النوم نوع من الوفاة. Indeed, the sleep sleep is a kind of death. نوع من الوفاة. Kind of death. كما قال تعالى, as Allah سبحانه وتعالى said, وهو الذي يتوفاكم بالليل. And it is he who takes your souls by night. وهو الذي يتوفاكم بالليل. And it is he who, Allah سبحانه وتعالى, هو he who يتوفاكم, takes your soul بالليل by night. وإذا استيقظ الإنسان, and if a person wakes up, استيقظ الإنسان, حمد الله تعالى. حمد الله تعالى, say الحمد لله. This الحمد لله, the verb from it, احمد الله. حمد الله. When person wakes up, حمد الله تعالى, he praises Allah سبحانه وتعالى. من حمد الله تعالى على الحياة الجديدة. He say الحمد لله because he is alive after من جديد. كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم, as the messengers صلى الله عليه وسلم indicate also this from الأذكار, حديث شريف. When we wake up we say الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور, from أذكار in the morning. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله is due to Allah who has brought us back. أحيانا, who has brought us back to life after he has caused us to die and know. And to him is the return. وإليه النشور. To him, إليه, for Allah سبحانه وتعالى. وإليه النشور. And to him is the return. النشور. This is our first part from our lesson. طاب نومكم طاب يومكم. I read all these paragraphs.
النوم ضرورة لكل الكائنات الحية، فالقطط تلتف كالكرة وتنام، والطيور تنام عندما يأتي الليل. والنوم للإنسان ضرورة حياتية، وقد نفى الله تعالى عن نفسه صفة النوم، وهو لا يحتاج إليه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. البقرة. 2. حرمان الجسد من النوم قد يسبب له كثيرا من الأخطار، حتى إن كثيرا ممن تنخفض ساعات نومهم بسبب التعب والتوتر الناتجين من وتيرة الحياة العصرية، يتمنون النوم المريح ليلة مقابل أي شيء مهما كان الأمر. فالنوم يعطي الجسد فرصة للراحة بعد التعب، فعندما ينام الشخص ينخفض كل نشاط، وتسترخي العضلات، وتصير سرعة دقات القلب والتنفس بطيئة. ومن أكثر وظائف النوم أهمية أن الجهاز العصبي يعود له نشاطه التعب الذي حدث له وقت اليقظة. 3. والنائم يفقد في الغالب التحكم في إرادته، فقد يكون في وضع لا يريده لنفسه، وقد يتكلم بشيء لا يريد ظهوره، وقد يرى من الأحلام ما يحب وما لا يحب. ولذا فقد جاء الأمر بغسل اليد أو بغسل اليد بعد الاستيقاظ، كما قال تعالى: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولهذا فالنوم ناقض للوضوء حقا، إن النوم نوع من الوفاة، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، سورة الأنعام. وإذا استيقظ الإنسان حمد الله تعالى على الحياة من جديد، كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأئمة المجتهدين الماضين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وإلى مشايخنا في الطريقة النقشبندية العليا، قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى أطرحهم المباركة، وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وموفوضاتهم دائما وأبدا، بسر الفاتحة.